الشهر تحسب الناس حساب، ما بين اليتاني عودة الغياب، بين اللي ينتظر طارش من الأحباب، وأنا شل انتظر يا شف يدق الباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: والذي بعثني بالحق نبيا إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض، وأنه لمكتوب عن يمين عرش الله عز وجل: مصباح هدى وسفينة نجاح وإمام خير ويمن وعز وفخر وعلم وذخر. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. على أبواب شهر محرم، إنها لتشهق شهقه، فلا يبقى في السماوات ملك إلا بكى رحمة لصوتها. هذا الشيء العظيم، هذه الظاهرة العجيبة في عالم السماوات تحدث في السنة مرات عديدة، إنها لتشهق شهقه. الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها لا تصرخ، ولا تصيح، إنما تكتفي بدون الصرخ والصياح،
تكتفي بالشهقة، لماذا؟ الصيحة في مصائب أهل البيت عامة، في مصيبة سيد الشهداء خاصة، شيء محبوب. الصرخة وهي أعلى من الصيحة في مصائب أهل البيت بصورة عامة، في مصيبة سيد الشهداء بصورة خاصة، محبوبة، بل مأمور بها. فليصرخ الصارخون. لماذا الصديقة الكبرى سلام الله عليها لا تصرخ، بل حتى لا تصيح الصيحة التي هي أقل من الصرخ؟ تشهق. الشهقة هي الصوت الذي يخرج بسبب تردد البكاء في صدر الشخص. مرة الشخص يجد حالة بكاء فيبكي، حالة شديدة من البكاء يصيح، حالة أشد من ذلك يصرخ، هذا البكاء يخرج. مرة الإنسان يكبت البكاء، البكاء لا يخرج بصوت، هذا البكاء يجول، هذه الثورة، هذا الفوران يجول في صدر الشخص. تتجمع هذه الحالة في صدر الإنسان، فمرة يفلت صوت مع النفس العميق. هذا الصوت الذي يفلت، هذا الصوت الذي يخرج مع النفس بسبب شدة البكاء الذي يجول في صدر الإنسان، هذا الصوت يسمى شهيقا وشهقة. الصديقة الكبرى سلام الله عليها تكبت بكاءها، لماذا تكبت بكاءها؟ لعلها بسبب أنه تعلم ماذا سيحدث إذا صاحت، وماذا سيحدث إذا صرخت. هي تبكي، تخرج منها شهقة، هكذا يحصل اضطراب في العالم العلوي. لا يبقى ملك، لا يبقى في السماوات ملك، كم مليار 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 ملك يوجد في السماوات، كم عدده؟ كلهم يضطربون، ضجة، ضجة كبيرة، كل ذلك يحدث بسبب أنهم يسمعون شهقتها. والعالم العلوي والجنة وما في الجنة ومن في الجنة والنار، هذه الحالة التي تحدث المذكورة في الروايات الشريفة عندما يسمعون صوت شهيقها وشهقتها، لا تهدأ. العالم العلوي والجنان وجهنم لا تهدأ إلا إذا هدأت فاطمة. حسب هذا الحديث الشريف، الصديقة الكبرى هذه الحالة يبدو تتكرر منها، الشهقة، عندما تخرج هذه الشهقة تتوالى مرات عديدة، فلا تسكن ولا تهدأ حتى يأتيها أبوها رسول الله
صلى الله عليه وآله، فيقول: يا بني أبكيت أهل السماوات، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: فإن الله بالغ أمره. يعني بني انتظري، الله سينتقم لولدك. لا يتمكن أحد أن يهدئ هذه الفورة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله. والعجيب أنه حسب المستفاد من هذه الرواية الشريفة وروايات أخرى، أن هذه الحالة ليست حالة تحدث بالسنة مرة أو مرتين، مرات عديدة، بل لعلي أقول مرات كثيرة تحدث. حتى أحيانا الصديقة الكبرى ترى زوار الحسين شيء يذكرها بسيد الشهداء، حتى عندما ترى زوار الحسين تتذكر سيد الشهداء فتشهق شهق. الكون كله بحكمة الله سبحانه وتعالى يسير، الحياة تسير مع وجود شيء اسمه الطاقة. كل شيء في الحياة يسير مع الطاقة، بدون طاقة إيش؟ الحياة تتوقف، تتعطل. السيارة بدون طاقة، بدون وقود، لا تمشي. الحيوانات بدون طاقة، لا تبقى حية. هذا المصباح، هذه الإضاءة، بدون طاقة اسمها الكهرباء، اسمها أي شيء آخر، لا تضيء. الإنسان نفسه حياته بدون طاقة لا تمشي، يموت الإنسان بدون طاقة. مصادر طاقة الجسم كثيرة، منها الأطعمة، بعض الأطعمة، منها بعض الأعمال، مثلا نوع أنواع من الرياضات، مثلا منها تعرض مثلا لأشعة الشمس أو أي شيء آخر. مصادر الطاقة في الدنيا كثيرة لجسم الإنسان، كما أن جسم الإنسان يحتاج إلى طاقة، روح الإنسان أيضا تحتاج إلى طاقة. كما أن جسم الإنسان لا يبقى بدون طاقة، لا يعيش بدون طاقة، يموت بدون طاقة، كذلك الروح لا تبقى بدون طاقة، تموت الروح إذا لم تصلها الطاقة الكافية. مصادر طاقة الجسم نعرفها، ما هي مصادر طاقة الروح؟ مصادر طاقة الروح أكثر من مصادر طاقة الجسم، لأن الروح حاجتها أكبر. مصادر طاقة الروح بعضها أعمال كالصلوات الواجبة والمستحبة، بعضها أذكار، أقوال، أشياء يقولها الإنسان، الأدعية مثلا من مصادر طاقة الروح، رياضات للروح مثل الصيام، الصيام رياضة للروح، هذه من مصادر طاقة الروح، الروح تعيش على هذه الأمور. وهناك أمور كثيرة، هناك مصدر لطاقة الروح مميز بين مصادر طاقة الروح،
استثنائي في قوته، في تأثيره، في سرعة تأثيره. هذا المصدر للطاقة للروح الاستثنائي المميز هو اسم الحسين عليه الصلاة والسلام. اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أينما يرفع، أينما يذكر، أينما يجعل، هذا الاسم الشريف يعطي طاقة للروح. مصباح هدى وسفينة نجاة. ماذا يعني مصباح هدى؟ يعني مركز نور، يعني مركز إضاءة، يعني مصدر للطاقة للروح. يعني حياة للروح، يعني نور للدرب، عبر ما شئت. النبي صلى الله عليه وآله يعبر هذا التعبير حسب هذا الحديث الشريف، مصباح هدى. ماذا يعني سفينة نجاة؟ كم مئة مرة، كم ألف مرة سمعنا وسمعتم أن شخصا كان غارقا في الذنوب، في المعاصي، اشترك في شعيرة حسينية واحدة، بكى على سيد الشهداء، أسس مجلسا حسينيا، طبر، ساهم ماليا، اهتدى. كم مرة سمعنا؟ كم هي القضايا في هذا المجال؟ شخص غارق في الذنوب، في المعاصي، اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ينقذه. حتى الضالين، حتى المنحرفين عن الجادة كليا، المخالفون، النواصب، الكفار، إن لم أقل كلهم، لا شك أنه 99% من المنحرفين الذين اهتدوا إلى الصراط المستقيم، إحدى أهم العوامل المؤثرة مباشرة أو غير مباشرة، إحدى العوامل المؤثرة الأساسية في هدايتهم شيء من الشعائر الحسينية المقدسة. إن لم أقل كلهم، فلا شك أنه 99% منهم يهتدون، شعيرة من الشعائر الحسينية المقدسة لها دور في هدايتهم، لها دور مهم مباشر أو غير مباشر. سفينة نجاة، نماذج، نموذج واحد، لا أصلا كلهم، كل من اهتدى إلا لعله الأندر من النادر. قضية الحور قضية جدا عجيبة. الحور شخص غارق في المعاصي، لا، غارق في الكبائر، لا، غارق في أكابر الكبائر، غارق في أعاظم الذنوب العظيمة. إخواني، الشخص لا يتمكن الشيطان أن يتسلط عليه إلا إذا كان قد أدى كثيرا كثيرا في الانحرافات، في الذنوب. شخص يأتي يقف أمام سيد الشهداء، يحاصر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام،
هذا ليس سهلا، الشيطان ما تمكن أن يتسلط عليها هكذا سلطة إلا بعد ما يعلمه الله سبحانه وتعالى من الموبقات والعظائم التي ارتكبها الحر. هذا ليس سهلا، الشخص يصل إلى هذه الدرجة، الشيطان يكون مسلطا عليه هكذا سلطة، الشخص يرتكب موبقة الشيطان يتسلط عليه بعض السلطة. ما الذي كان قد فعله الحر؟ ليتها ذنوب صغائر، ليتها ذنوب كبائر. ناصب، ناصب تعلمون يعني ماذا؟ يعني شخص يكون ناصبيا، لا يوجد ذنب أكبر من هذا الذنب. كم غرق في هذا الذنب الكبير الذي هو من أكبر الكبائر، بل هو أكبر، بل هو أكبر الكبائر. كم كان غارقا حتى تمكن الشيطان منه هكذا تمكن. إلى الساعات الأخيرة من حياته كان الحر على هذا الدرب، منحرف على درب الشيطان، على طريق جهنم، على طريق قعر جهنم. جاء منكسا رأسه، وقف على باب خيمة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، هل لي من توبة؟ بكلمة واحدة هذا القلب العظيم، هذه الروح الوسيعة لا توصف، وسعة روح الإمام الحسين، وسعة كرم سيد الشهداء، إن تبت تاب الله عليك، خلاص يا حر. هذه الصفحة السوداء أنا الحسين أبدلها إلى صفحة بيضاء. كل ذلك التاريخ الأسود، كل ذلك الماضي المظلم، أنا الحسين أبدله إلى مركز نور، لا إلى نور، إلى مركز نور. سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أخذ بيد الحر، أخرجه من قعر جهنم، أسكنه في الدرجات العالية من جهنم، لا، أخرجه من جهنم أسكنه في الدرجات الدانية من الجنة، لا، جعله مؤمنا صالحا، لا، ذلك الإنسان الذي كان في قعر جهنم سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بكلمة واحدة أخرجه، أسكنه قمة قمم الجنة، جعله من الأشخاص الذين مئات الملايين من المرات في كل سنة المؤمنون يسلمون عليهم، يقولون السلام عليكم يا أولياء الله وأصفياء، المؤمنون لعله ملايين المرات في كل سنة يقرؤون هذه الزيارة الأصح سندا من زيارات سيد الشهداء، يقولون لهم السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، فزتم والله، فزتم والله، فزتم والله، فليت أني معكم فأفوز فوزا عظيما. الحر أصبح من هؤلاء بكلمة واحدة من سيد الشهداء. هذا معنى سفينة نجاة. أين كان الحر؟ في أي دركة من دركات جهنم كان الحر؟ كيف نجاه سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ أين وصله سيد الشهداء؟ أين رقاه سيد الشهداء؟ هذا سفينة النجاة. أنا إن كنت مذنبا هل أبقى كذلك
مع أني عندي باب اسمه الحسين؟ ألا إن الحسين في الحديث الشريف، ألا إن الحسين باب من أبواب الجنة. مع أنني عندي حب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، أبقى هناك في الظلمة؟ أبقى هناك في حال الغرق؟ سفينة نجاة لمن؟ مصباح هدى لمن يريد أن يعرف الدرب، يحتاج إلى مصباح الذي يريد أن يرى الطريق. أنا لا أعلم ماذا أصنع في المستقبل، ما هو الطريق؟ سيد الشهداء هو مصباح هدى. سفينة نجاة لمن؟ النجاة للشخص الذي يكون على وشك الغرق في متلاطمات الفتن الكثيرة، على وشك الغرق يحتاج إلى من ينجيه، يحتاج إلى سفينة. الحسين سفينة نجاة. في البداية تريد أن تعرف الطريق، الإمام الحسين. أنت على وشك الغرق، سيد الشهداء. الأول لبداية الطريق مصباح هدى، سفينة نجاة لكثير من الناس، لي ولغيري، لي وللآخرين. للآخرين يعني من؟ يعني لأصدقائي الذين يعانون من بعض الذنوب، يعني للغارقين في الذنوب، يعني للغارقين في الكبائر، يعني للمنحرفين عن جادة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني للنواصب. سفينة نجاة، يعني لذلك العثماني، عثماني يعني ناصبي، الذي أنقذه سيد الشهداء. لا أعلم ماذا قال له سيد الشهداء، لعله قال له كلمات. أنا أمشي في هذا الدرب في أيام عاشوراء بالخصوص، وفي غير عاشوراء طبيعي إن شاء الله. يلزم أن يرى كل الناس هذا النور، يلزم أن يجد كل الناس هذه السفينة. إخواني، لا أقول أنت وأنت وأنت، نحن بصورة عامة، لعل هناك استثناءات، لعله، نحن بصورة عامة، ما دام يوجد على وجه الكرة الأرضية منحرف أو حتى عاصي، يتبين أننا قصرنا في رفع علم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. قصرنا بمجموعنا، قصرنا. لأنه لا يبقى الإنسان منحرفا إلا وأنه ما وجد هذه السفينة. كيف ما وجد السفينة؟ جزء من التقصير علي أنا، وبمجموعنا نتحمل هذا التقصير. علم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما رفعناه في كل مكان، شعائر سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ما أوصلناها إلى كل مكان، ما أوصلناها إلى كل أحد. اسم سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ما سمعه كل الناس. مظلومية سيد الشهداء ما وصلناها إلى كل الناس، تقصير. دفاعنا عن الشعائر الحسينية ما كان بالصورة المطلوبة. الكلمة الأخيرة، عيد الغدير فيه الولاية وفيه البراءة، ولكن عيد الغدير وأيام الغدير مظاهر عظيمة للولاية. التاسع من ربيع الأول وأسبوع البراءة مظاهر للبراءة، فيها الولاية وفيها البراءة، ولكن مظاهر للبراءة، مظاهر عظيمة للبراءة. عشرة عاشوراء بصورة خاصة، شهر محرم وصفر بصورة عامة. من ميزات هذه الفترة وهذه الفرصة أنها من المظاهر العظيمة للولاية
من المظاهر العظيمة للبراءة، عاشوراء فيها الولاية والبراءة. من بداية عاشوراء فيها الولاية حبيب ابن مظاهر سلام الله عليه. فيها البراءة يزيد بن معاوية عليهما لعن الله. الولاية والبراءة معه، وإلى يومنا هذا في عاشوراء، في أيام عاشوراء، في شهر محرم وصفر، الولاية والبراءة معه في كل سنة. المؤمنون يتجمعون ويجتمعون على اسم سيد الشهداء، ولاية في كل سنة، وفي كل سنة براءة. حرب معلنة، حرب شعواء، شتى الطرق شتى الأساليب. في كل سنة توجد حرب قائمة في شهر محرم وصفر. لا تتخيل سنة من السنوات، أيام محرم وصفر، أيام عاشوراء بالخصوص، تمر بدون حرب، لا يمكن. الولاية والولاية والبراءة معا في عاشوراء، وبدرجة عالية. في كل سنة يوجد لحبيب أتباع سلام الله على حبيب، في وقوفه لسيد الشهداء، في حربه ضد أعدائه. أيام عاشوراء على الأبواب، أعمالنا، شعائرنا، نشترك في الشعائر مثل كل سنة، شيء عظيم. نقف للشعائر ككل سنة، ليس فقط نشترك، نقف لها. القضية تحتاج إلى وقفة. هذه الكلمة سمعتموها مني مرارا لعله. لا أحتاج إلى قسم، القضية يبدو لي بديهية أصلا. شعائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في غنى عنها، شعائر الإمام الحسين ماشي، ولكن القضية تحتاج إلى وقفة. سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كان في غنى عن حبيب سلام الله عليه، كان في غنى عن كل أصحابه، كان في غنى عن ملائكة الله. أصلا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ذهب ليقتل ليستشهد، شاء الله أن يراك قتيل، أصلا ذهب ليقتل ليستشهد، لا يحتاج إلى حبيب سلام الله عليه. ولكن حبيب أدى واجبه، وقف لسيد الشهداء، حارب أعداءه. اليوم شعائر سيد الشهداء في غنى عنها، ولكن علينا نحن أن نكون على درب حبيب. قليل من الصعوبة أترك، هذا غير صحيح، هذا المفهوم غير صحيح، لأنه توجد صعوبة. قضية سيد الشهداء بدأت بالصعوبات وستبقى مع الصعوبات، لأنه يوجد شخص يتكلم، لأنه يوجد شخص يشوه، لأنه يوجد شخص يؤذي يمنع، فليكن. الوقوف عند حد خطأ، في كل سنة مجموعة، في كل سنة مجموعة من الناس يسيرون على طريق حبيب سلام الله عليه، وفي كل سنة
مجموعة من الناس يسيرون على طريق يزيد بن معاوية عليه الآن الله. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في الحديث الشريف: بالحسين تسعدون وبه تشقون. الذي سعد سعد بسيد الشهداء، والبعض يشقى بسيد الشهداء. يشقى بسيد الشهداء يعني ماذا؟ الذي يقف ضد القضية الحسينية. العياذ بالله، العياذ بالله تعالى، العياذ بالله، إن شاء الله هذه الكلمة لا تشملنا. الذي يخذل قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. بالحسين تسعدون، كلام النبي صلى الله عليه وآله، بالحسين تسعدون وبه تشقون. ثم قال صلى الله عليه وآله: ألا إن الحسين باب من أبواب الجنة. في هذا الصف وفي ذاك الصف. أدعو دعاء واحد وأتلوه بدعاء أهم من ذلك: اللهم بحق الإمام الحسين، اللهم بعظمة الإمام سيد الشهداء، اللهم بمظلومية الحسين، اللهم بعظمة اسم الحسين عندك، اللهم بعظمة ما يرتبط بسيد الشهداء عندك، إلهي بحق تربة الحسين، بحق غبار زوار الحسين، بكل ما وجد عليه اسم الحسين، إلهنا اجعلنا من الحسينيين، إلهنا بحق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. سيد الشهداء أخذ بأيدينا سنوات طويلة، إلهنا لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. إلهنا بسيد الشهداء، بمظلوميته، ببكاء أمه فاطمة الزهراء، بألم قلوب أهل البيت، بجروح قلب صاحب الأمر، اللهم عجل فرج مهدي المنتقم لآل محمد. اللهم انتقم به من قتلة الحسين، انتقم به ممن رضي بقتل الحسين، إلهنا انتقم به ممن خالف الحسين، إلهنا بحق صاحب الأمر عجل له الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره ومن خيرة عبيده، إنك مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين. الهلال الشهر تحسب الناس حساب، ما بين اليتاني عودة الغياب، بين اللي ينتظر طارش من الأحباب، وأنا شنتظر يا كف يدق الباب.